سيليكون. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. معكم اختكم رجاء من قناه رجوى الشانل. شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا للميساج ديالكم، شكرا للتعليق ديالكم، شكرا للايك اللي كتخليو ليا، فريمون البنات كتفرحوني بزاف بزاف. مؤخرا كنطلب منكم انكم ديروا بزاف ديال لايكات وكتلايكيو ليا الفيديو، شكرا بزاف. كنهضر بشويه اون فيت، راني كنغوت شويه ولكن نتوما يمكن يجيكم صوت ناقص ما عرفتش. المهم قلت ديال الصوت راني حسنت منها لانني حيت البوشيطه هي اللي كانت كدير هاد المشاكل كاملين. وصافي دابا كان حاجه واحده اللي غادي نطلبها منكم، بارطاجيوها البنات القناه ديالنا ان شاء الله نوصلوا في الاخر ديال شهر 100K ونحتفلوا ان شاء الله مجموعين الى بغى الله. وحاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، يعني ما يمكنش انا كنطلب منكم طلب وكتلبيوه ليا، شكرا بزاف. القناه ديالنا نهار على نهار غاده وكتزيد القدام، كل نهار كيتزاد عدد ديال المتتبعات ديالي. كنحماق عليكم، كنبغيكم بزاف، كثروا من اللايكات البنات، بيزو ليكم. فالفيديو ديال اليوم طلبتوني عليه بزاف، اللي هو فيديو ديال المشتريات الاخيره اولا فيديو ديال الميزات المجوطيه. اليوم غادي يكون داكشي مخلط وغادي نقول لكم. بقى عقل على بزاف ديال التعاليق، نتو سولتوني على شي حوايج وما يمكنش يعني ما عنديش كيفاش ندير يعني هاد الحوايج، خصني ضروري نهضر لكم عليهم هكايا فباش تعرفوا بلي انا كحماق عليكم وكنقرا التعاليق ديالكم كاملين. يعني واخا كندير لكم جيم كونوا اكيدين اننا غادي نعاود نجاوب عليهم اون ديريكت فيديو. فاليوم البنات غادي نهضر لكم على شي حوايج هضرتوا لي عليهم، اللي هو هاد لو فون دو تان، هاد الساشي. بزاف منكم سولتوني قلتوا لي رجاء بلي واش كيتباع هكا في الفارماسي. نو، هذا البنات كنمشي للفارماسي كناخذ شي حاجه فكنقول لها فكتعطيني دي زيشونتيون اللي نجربهم وصافي. هذا مكان، هذا انا سميتو ريفيرونس عندي 15 فيشي البنات، واعر ديال العراسات ديال الحضور خطير. ملي كتصوري ما كيجيش معيق في سميتو، ما كيضربش فيك الفلاش ولا شي حاجه. هذا جميع انواع البشره كيضرق من داكشي الا كنتي معروضه، ماشي ديال كل نهار البنات، ديال المناسبات. ولكن الرفن كيدير 180 درهم في الباغا فارماسي، وفن واعر كيضرق من داكشي رفيع. انا عندي لا ريفيرونس 15 اللي عندها البشره في حالي. فغادي ندوز غادي نهضر لكم عاوتاني على القلم اللي سولتوني عليه بزاف، اللي هو هذا، هذا 3D اللي كانت جابتو ليا صاحبتي امينه، ولكن جو سو سيغ انكم غادي تلقاوه في بزاف ديال لي بارفيم. غير قلبوا ولا خذوا في هذا الشكل، ماشي بالضروره تكون نفس لا مارك. اول حاجه البنات عنده القلم كيجي بحال هذا الشكل، هذا مارون، وهذا البنات غير البنات اللي زعرات ولا اللي شعرهم مارون 002 دارك براون. كاين فيه لي تان جو كخوا. المهم البنات كنصحكمش تاخذوا قلم في الكل، كتجيو هنايا وكنلقاو فيه هاد الماسكارا اللي خطيره. ها هي هادي البنات، هاد الماسكارا زوينه زوينه بزاف، كتخلي الحجبان كارمين ديال بصح. حجباني راهم تخسروا لانني قبيله كنت خارجه، غادي نعاود نصايبو مع هاد. شفتهم دابا يا اختي، شوفوا المرايه اللي كنحماق على عندي، رمت المرايه وكندير هادي. غادي نبقى قدامكم لانني هاد المكياج كنت خارجه بيه، وقلت بما انني شريت الحوايج علاش ما نصورش ليهم. الا بغيتو كيفاش كنطراسي حجباني واخا انا ماشي بروفيسيونيل، ما غادي نوريكم الطريقه باش كنطراسيهم اولا شنو كنستعملوا داكشي. غير كيبان مع البنات غامقين بزاف. البنات اللي كيقولوا لي حاجب ماشي بحال حاجب، راه معمر العين ما كتجي بحال الاخرى، غادي يكونوا اكيدين. كيبقاو يبانوا في الكاميرا في شكل، هما البنات راه عادي يعني الكاميرا كتبقى تبينهم خايبين، اما مباشره راه زوينين. سينو ما عليناش، غادي نوريكم البنات يعني سالينا من داك القلم. المهم سالينا من هاد القلم البنات. تنزل فيه واحد الحاجه اخرى، وهذا الا بغيتي ديري حجبان غير خفاف يا كدوزي عليه ممكن تجي خارجه مزروبه. ها هو هذا يا البنات زوين صراحه، القلم فيه 3 في 1 واعر صراحه. وغادي نجي هنا وغادي نهضر لكم على واحد الحاجه عاوتاني اللي زوينه بزاف. بزاف ديال البنات كيسولوني على الحجبان ديالهم، كيقولوا لي رجاء بلي ما كنلقاوش ما عارفينش يعني عافاك ورينا الحجبان ورينا شي لعيبه ولا شي حاجه. فغادي نجي غادي نهضر لكم على هاد الاسونس اللي كنت شريتها مؤخرا. كنت شفت واحد لا يوتيوبرز كنهضرت عليها مريم، واعره يا البنات بزاف واعره. هادي كديري يا اما 45 يا اما 40 درهم بالنسبه للبنات قنيطره، غادي تلقاوها عند السفير اللي بارفيمري اللي جا في الحراتي وجا
حدا مول الزريعه يعني لاصقه لي في البلاكه ديال التوبيس يعني في الشارع الكبير عفوا ديال محمد الخامس وصافي. وغادي تلقاوها عاوتاني فين ما مشيتو. بالنسبه للناس اللي ما ساكنش في قنيطره غادي تلقاوها فين ما مشيتو. فصافي هذا مكان. وبالنسبه للبنات يعني هذا كنفضل انه يكون يديروه جميع البنات. هذا كيمشي مع كاع الالوان ديال البشره واعر. فيه ريفيرونس وحده اللي هي 01 براون وكانت راسي بهادو اللي كنتوصلت بهم من واحد لسيت. ولكن هادو موجودين كيكونوا بعشرة دراهم الوحده. هادي ضروري البنات تشوفوا المشيطه تكون قاصحه وهاد سميتو حتى هي تكون قاصحه ومقمقمه ورقيقه. هاد جوج حوايج البنات احسن حاجه انا كنفضلهم انني نتراسي بهم. اولا داك القلم اللي حتى هو فيه ماسكارا فيه سميتو يعني تمشطوا بهذا وتراسيو به واعر. هاد الكومبينيزون واعر وفيت راهما ثلاثه تريبل. صافي هذا ما كان يعني هادشي اللي سولتوني لي. فدابا البنات غادي ننزل المشتريات اللي واعره بزاف من عند محسن اللي كاين فولادوجي. بالنسبه للبنات ديال قنيطره غادي نقول لكم باللي كيكون نهار 3 مع العصر مع الخمسة كيحل 5:30. فكيكون نهار 3 محسن كيدير حوايج يا اما 15 درهم يا اما 20 درهم. ولادوجي حدا الشاطو حدا السويقه يعني غتشدوا تاكسي صغير غادي يديكم حتى ليه. ديجا هضرت على هاد القضيه بزاف 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 وكنعاود نشرح لكم وكنعاود نقول لكم يعني حتى الناس اللي ما ساكنين هنا يكفي انك تنزلي في لاكار الكبير تشدي تاكسي صغير وتجي لولاد وجي الشاطو حدا في السويقه ديال الشاطو. فغادي ندوز غادي نهضر لكم على واحد الصنداله اللي كتحمق غادي نخليها ابري هي واحد اللعيبات اللي واعرين. فغادي ندوز غادي نهضر لكم على هاد الروب اللي زوينه زوينه بزاف. سمحوا لي مكملش علي انني جيت لبسته وعاودت. هادي اللي حماق عليها واحد البنات. هادي البنات راه ما كتبانش كتبان ملبوسه حسن. ها انتم ديال البحر ديال درتها مع الجاكيطه ديال الجينجات خطيره. ها انتم شوفوا كيفاش دايره. هاد واحد البنات مساكن حماق عليها قلت لهم صافي غادي ناخذها جات قدي فن يا البنات. نورمالمون هاد الكسيوه راه كانوا شحال هادي خارجين فكتجي بحال هكا وكتجي طويله وفي اللور ديالها عندها هاد الايبان. البنات شوفوا ليا ديزاين والديكور كتجي البنات طويله حدا الركبه وفيها هاد الافتتاحات من هنا شفتوا. استسمح ما غاديش نلبس لان دابا الليل وكنصور لكم ان شاء الله تشوفوا في الانستغرام ديالي اللي هو رجوع عشان غادي نخلي لكم هنا ولا لتحت. شفتوا البنات فيها افتتاحات فن فن يا البنات. هادي راه الكاميرا ما عرفتيهاش الحق ديالها عرفتي. هادي بوحدها كيفاش كتجي كتحمق ديريها ولبسي كلوكيط عاوتاني ديال البحر وطي ماشي عارنا اتريكو كام حماد اسر ولك اخو لود. شفتو فن يا البنات. هادي ب 20 درهم. غادي ندوز عاوتاني وغادي نوريكم واحد الايبه اللي كتحمق وي لان لبستها مع هاد الديباردور ولبستها مع هذا. شوفوا ليا زارا بلاتي البنات اللي كيقولوا لي البلاكه ما كي غير كيلصقوا البلايك هزا غاو ثاني هاتي شفتوها. شوفوا يا البنات هاد الايبه اقسم بالله العلي العظيم لما كتكون زهره 300 درهم. هاد الايبات كيكون 300 درهم 250. شوفوا شحال فني شفتو. هادي بوحديتها وتجين وسمي ديالها وانتي جيتي كلاس وزوينه. المهم داكشي مكمش جيتو كملتو مازال ما لبستو مازال ما صبنتو ما والو. ها نتوما البنات فيها الدوبلوغ شفتو هكا شيميز ديباردور عاديه شفتو شحال كيوت مع شي حلقات والشعيه مجموع ولا مطلوق. وها انتيا انتي نايضه شفتو ما كتبينش غزاله يا البنات. هادي ب 20 درهم زوين هكا كيجي واعر. غادي ندوز عاوتاني غادي نهضر لكم البنات على واحد الايبه ديباردور جو سي با شنو كيسميوه. هو هذا ديال سبور. نشوف لا مارك شوفوا لي لا مارك بحال داكشي اللي كيكون في سيتي سبور. شوفوا يا البنات شحال واعر ان شاء الله نتخلصها من مورا شهر 8. شوف شوفوا كيحمق البنات عرفتوا هادشي ديال سبور شحال عنده واعر وباقي جديد. شوفوا لي هذا مع كولون سبر ديال من اي سي واي كيك ولا ما نعرف ديكاتلون ومشي لعيبه بحال هكا وانت هي واعر عرفتي. هاد اللعيبات عنده عره ما بغيتش نشريو نعرب قلت ندخل لاصال باش نشجع ونبقى ناخذهم. عنده الشورطات اللي دايرين بحال هاد التوب عرفتي البنات التوب ديالها كيحمق وباقا جديده ما كاشفه ما حتى شي حاجه. ها انتم واعر واعر. غادي ندوز البنات غادي نهضر لكم اوسي على هاد لاغوب اللي غزاله بزاف.
هانتوما شفتو غبادي بحال اللي كيلبسوا مشهورين، بحال اللي كتلبس مرت رونالدو، كتلبس مرت حمزة منذير، والله العظيم كيلبسوا بحال هاد لي غبادين. شوفو شفتي، وكتجي حد الركبة وكيجيو فيها هاد اللعيبات. هاد البنات عرفتو راه هادية البنات مع شي صنيديلة وتكوني معروضة لشي صباغي، فغيمون البنات راه عادية. راه ان شاء الله ان شاء الله شي فيديو غادي ندخل لكم فيهم لوك بوك ديال هاد الحوايج. عرفتي البنات كتحمق، ونشوفو لا مارك. ها هي لا مارك شفتو. شفتو البنات فن 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 فن، راه ما كتبانش عباد الله. يسمحوا لي والله العظيم، عرفتي دابا كنصور بالليل، حس صورت وقلت غادي ننساه، تفكرت وقلت غادي ننساه. فن فن هانتوما سيرا واعر. الحوايج بحال اللي زعما كون كنت شي واحد اخر كنت تنكذب وتنقول لكم هاد الحوايج راه شريتهم من هنا ومن هي، وغادي تيقوني. غادي ندوزو، ايوا كان شي حاجه نسيتها. لا هاي حدايا، غادي ندوز الكسوه اللي كتحمق. فريمون انا ماشي فان ديال هاد الكساوي وماشي السيت ديالي، ولكن بقيت كنفكر وكنقول يعني من البحر، البحر نورمالمون ما كيبغي لا جاكيطات، ما كيبغي لا سراول، ما كيبغي لا تبقي تلبقي دو بياس. احسن حاجه هي تلبسي كسيوه شابو سوي كلوكيطه وانا قازي للبحر. لا تقولوا تبدلات رجوع ولا شي حاجه، انا باقي كيما هي. شوفوا لي الكسوه شحال كتحمق، المهم هادشي كامل 20 درهم. شوفوا لي البنات الكسيوه الجديده ديالها، شوفوا من هنا وباقا قرطه. تتعرفوا شنو هي البنات قرطه، باقا جديده. شوفوا الايبه اللي فيها اللور، شفتوا كنعتذر على الاضاءه. وكتجي هكا شفتوا، طويله 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 حتى لتحت. شفتوا البنات هاد الكساوي شحال كيكونوا؟ 300 درهم والله العظيم. وحالتها وكتلقي كلشي مطلبيها. فنيه يا البنات واعره، اكيد الكواليس نتوما ولفتوا عليا. ها نتوما فنه، كتجي هكايا تلبسي شابو زيدي خلوها على الطريق. فنين البنات الكساوي، غادي نبقى نشريهم بزاف. كنت لقيت واحد الصايه بيضاء كتحمق من هذوك بحال ديال الغجريات اللي ولاو دابا، كنت بغيت ندير لها شي لعيبه بحال هكا، دوك اللي كيجيو بحال هكا هابطين، تاع البيض ديالها ما زوينش. صافي سمحوا لي اخوتي، غادي ندوزو لهاد الشورت الغزال. شوفوا لي شوفوا لي هاد الشورت الاسود ديالو قاتم، الكاميرا ما عطياش حقو اكيد. شوفوا لي الشورت فريمون كيحمق هذا اللبس هكا في مارتيل مع شي ديباردور مع شي شيرت وسنيديلا وانت خفيفه. عرفتي البنات هذاك غزال بزاف. واحد البنت لقات اكيد بالبلاك ديالو، ونشوفوا لا مارك. المهم لا مارك ما بيناش هنايا. هانتوما شوفوا اللويستيك، وشوفوا لي الشبكه فيه دوبلور، يعني حتى البنات اللي مزوجين وداكشي تلقاو حويجات بحال هكا اللي نتي تقدر شي لبس هادشي راه كتلقاوه تلبسوه في الديور ديالكم. هانتي درتي بيجيما ديالك شي حاجه عصريه وزوينه. فن يا البنات هاد الشورت كيحمق ب20 درهم. اللي حمقتني فيها البنات الشبكه، عرفتي واحد البنت لقاتو قصر من هكا وعجبني، قلت لها واش تاخدي؟ قالت لي وي. قلت لها صافي بصحتك. هانتوما شفتو الشبكه اللي فيها، هذا هو الطوب ديال هادشي كامل، هذا راه واجيت عليه. شوفوا لي شوفوا لي هاد الاو كيحمق. فن الاسود ديالو قاتم راه ما كيبانش، وكنعتذر على الصوت لما كانش كيتسمع مزيان. شوفوا لي شبيكه فن يا البنات، ولا مارك مونغو. شوفوا شحال فنه وارد جيتها مع هاد لافيست اللي انا لابسه. فن هذا البنات هادشي كامل كتلقيه غالي جديد. البنات اللي كيبقاو يضحكوا على الجوطيه واش من نيتك الزين؟ هانتوما مونغو. البنات اللي كيضحكوا من الجوطيه واش انا غادي نشري حاجه ب20 درهم، اولا غادي نشري حاجه ب5 درهم اولا بدرهمية؟ شي حاجه شنو نجيب انا نصبنها انا وليت واعره وليت كنبان لابساها غير انا بوحديتي. فالله يديكم. وحاجه اخرى كل واحد يشري من اللي بغى. والبنات اللي كيبقاو يقولوا لي انت كتشري حوايجي بدرهم، الا رجعتوا لي فيديو ديالي انا معروفه، يعني مره كنجيب لكم الجديد مره كنجيب لكم القديم. انا الجوطيه عندي غير هوايه، دخلوها لراسكم وزيدوا نشري اللي بغيت. انا حره، ما بغيتيش انت تشري سوقك هذاك، انا خلي لي غير المتواضعات ديالي، واللي بغى لا مارك يمشي لا مارك. صافي البنات هذا ما كنتمنى نكون سيتي بديت حاجه. غادي ندوز دابا للحب، الحب التوب. ها نتوما ها عندكم
مزيره مسخه حاشاكم ديجا سميتو. شوف ليا البنات صنيديره شحال غزاله، لا مارك بعدا راه فين مكتوبه، شفتو شي البنات الصنداله ب 50 درهم جديده بالبلاكه ديالها. غتمشيو بالنسبه لبنات قنيطره غادي تمشيو لبن عباد وغادي تقلبوا كاع دوك اللي عندهم صبابط، هو راجل طويل وشايب كتدخلوا مع الجوتيه ديال بن عباد اللي كاينه في الاتحاد، وكتلقاو عنده هاد الصنادل والله العظيم كيحلف وكيقول لي بلي هاد الصنادل راهم كيجيو كيدو من عندي مالي الحوانت وكيبيعهم ب 200 درهم 150 درهم. قال لي راه كنت كنبيع ب 130 ودابا رجعتها 1600 شويه رجعها ب 50، فدابا انا ملي مشيت لقيتها ب 50 درهم. قال لي الا تحردات لك اجي عندي نرجع لك فلوس. قالت هي البنات السميله ديالها كتحمق، والحاجه اللي سطاتني شوف حاجه ما كتعرفيها، اسمحوا لي البنات مسخه، حاجه كتعرفوها اوريجينال غير من هذه حاشاكم اعتذر كتعرفوها. شوف كاين واحد الصنادل من مروه والله العظيم البنات ماشي بحال هكا، وكيتحفدوا هذه غدوز وتعاود، فغادي نزيد نعاود ناخذ وحده في النوا نو نوا كيولي حالته، نقدر ناخذ بلو مارين. عرفتوا يا البنات كتحمق، شوف فن في البجلون ديال اللحم كتحمق، كتجي مع جميع الالوان غزاله. هذه مع داك الصايل اللي وريتكم صويك ديال البحر شابو في هذا اللون وغنجي غزاله بعد الله عليا. وغادي ندوز الحاجه اللي ما شفتش من جوطيه بيان سور، هو هاد الساك اللي غزال. شوف كيحمق، شوفوا السنيسله ديالو غزال وكلاس بورت، لبسي مع كلاس مع الجلبات ديجا صون شفتو في العرس، وكيجي فيه هاد الجويز والسنيسله ديجا انا دايره فيه قشي وشات كنت خارجه بيه. واعر البنات هاد الساك خديتو من الحوانت لي فلافيلوت، ما نقدرش نقول لكم البنات يعني ما عرفتش بصراحه، ما عرفتش اين حوانت، ما عرفت زعما بالضبط، لانه المهم فلافيلوت راه كاين الحوانت تما ولقيت عندها غير هاد الواحد زعما ماشي يعني عندهم الانواع والاشكال، يعني هما كيجيبو غير حاجه من الحاجه. المهم سيرو تسارا ولا بالكم بحال هذا خدوه كيحمق البنات، هذا خدتو ب 200 درهم ولكن الرجل ديالو كيحمق. شوف واعر واعر البنات غزال بزاف 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 فريمون واعر. صافي البنات كانوا هادو هما المشتريات ديالي ان شاء الله ان شاء الله. صافي هذا ما كان، نتلاقاو في الفيديو الجاي، كنتمنى يعجبكم المشتريات وكنتمنى نكون شجعتكم على الجوطيه لان ما كاينش احسن منها. كتلبسي شي حاجه اللي انت لابساها بوحديتك، فقط قول لكم كنحماق عليكم كنموت عليكم، انا كنحاول نوع لكم لي فيديو ديالي. والبنات اللي كيبقاو يقولوا لي هاد الفيديو درتي اش مستفدنا، راه ماشي بالضروره ديما تستفدي من الفيديو ديالي، راه كاين بعض المرات كندير دي فيديو اللي ما كنستفدش منهم، يعني هي كنكسروا بهم الروتين كنكون تحفيزي، فماشي ديما غادي تستافدي تنشطوا معايا تضحكوا معايا. فكنقول لكم كنموت عليكم وبغيت بزاف ديال اللايكات، وقولوا لي شنو بغيتوا في لي فيديو لتحت الوصفات، اي حاجه بغيتوها تحديات مع الخطيب ديالي.